لم يمضي كثير من الوقت على تمكن الطواقم الطبية من وقف انتشار الكوليرا في مديرية بروم ميفا غربية محافظة حضرموت حتى ظهر الوباء من جديد، لكن هذه المرة في منطقة جزول بمديرية حجر، والتي سجل فيها حالتا وفاة يشتبه أنهما كانتا مصابتان بالمرض، ناهيك عن رصد حالات جديدة تعاني إسهالات مائية حادة. سجلت في حضرموت من تاريخ 28/7 في هذا العام حوالي 200 حالة، اللي هو المعدل التراكمي للحالات. الأسباب الموجودة اللي عندنا الظاهرة لنا أسباب مياه شرب، وهناك تلوث في مياه شرب. الآن بدأت معنا حالات جديدة، إسهالات مائية حادة اشتباه كوليرا، وأيضا عندنا حالتين وفيات. هذا حالتين وفيات نحن الآن عاملين عليها تحري وتقصي وتعتبر وفيات باشتباه كوليرا. وعلى الرغم من التدخلات التي بذلتها السلطات لحصر انتشار الوباء منذ تسجيل حضوره لأول مرة في مديرية بروم ميفع، إلا أن الإعلان عن ظهوره في منطقة جديدة جاء ليعزز المخاوف من توسع دائرة انتشاره. فحجر التي تشكو كباغية المناطق الغربية للمحافظة غيابا أو تعطلا لمشاريع مياه الشرب الآمنة والنظيفة، تشهد هذه الفترة ما يعرف محليا بالخريف، وهو موسم حصاد التمور الذي يشهد إقبالا واسعا للزوار وكذا النازحين من محافظات أخرى سجل المرض حضوره فيها. وصل قبل يومين من محافظة أبين إلى حجر نزوح للخريف أعداد كبيرة جدا من هذه المحافظة. طبعا محافظة أبين من المحافظات الموبوعة، نحاول قدر الإمكان أن نعمل مع الأخوة في السلطة المحلية على جوانب توعوية وتثقيفية، وأيضا توزيع كلور لمياه شرب في منطقة جزول بشكل كبير، وأيضا في المناطق التي سوف ينزل فيها النازحين من محافظة أبين. ويتزامن الظهور الجديد للمرض وانتهاء أعمال حملة وطنية للتوعية بمخاطر الكوليرا والوقاية منها، فيما يخشى كثيرون ألا تنجح مثل هذه الحملات في تحقيق أهدافها المرجوة ما لم يصحبها تحرك جاد لمعالجة مسببات المرض كتوفير مياه شرب آمنة. فما الفائدة من نصح الظمآنين بتجنب شرب مياه قد تكون ملوثة إن لم يكن أمامهم خيار بديل؟ محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.